تعاملونا ازاي يا عم مصطفى؟ احقر ايه؟ احقر معاملة. احسن معاملة؟ احقر معاملة. احقر معاملة؟ اديك انت شفتها بنفسك ايه؟ وربنا معاك يا عم مصطفى. طيب بتطالب بايه يا عم مصطفى؟ بطلب ان انا عايز انام نومة كويسة ومش عايز. بدأت مشكلتك ازاي؟ مصطفى ما ادراك المستشفى وسبناك. الدكتور قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ روح. ليه؟ جاني في الحاج معاك. ها؟ مش قال لك لازم مرافق معاك؟ اه. قال لك طالما محدش معاك روح؟ روح. اه. ولما ودوك تاني مرة؟ بقول لك ايه؟ جماني في الشارع. ايه؟ جماني في الشارع. المدير شركة. الشارع. الدكتور اللي رماك في الشارع برضه. ايوه. هنكشف عليه. ماشي؟ عظام، قال لك العظام ما عندوش حاجة، قال لك ده عايز يتعالج مخه أعصاب. لازم ليه متابعة. لازم المتابعة ليه. طب حضرتك مين اللي هيقعد معاه ده؟ مين اللي فاضي؟ يعني احنا عن نفسنا احنا برضه صحابين. بنطلع نجيب بنطلع نجيب يوم بيومه. اليوم بيومه. حضرتك يعني حرام، راجل زي ده كده حرام، مين اللي هيقعد معاه طيب؟ يلا بابا. يعني قال لك ما عندوش حاجة وجسمه ما فيهوش كسر ولا فيه حاجة، رحنا بيه القصر العيني، قال لك ده المفصل بتاعه بتاع الحوض عايز يتغير. هي دي بدايتك. التعويرة دي بدايتك، أنت الأول كنت شغال إيه؟ أنا كنت في ليبيا. كنت في ليبيا؟ أيوة. كهربائي. كهربائي؟ أيوة. وجيت مصر امتى هنا؟ يعني نزلت مصر امتى؟ يعني هي 8 شهور. 8 شهور. كنت بتعاني من اي مشاكل مرضيه في خلال 8 شهور؟ لحد ما حصل اللي حصل. ايه اللي حصل معاك في المستشفيات؟ احكي لنا. مفيش حد يساعدك خالص؟ المفروض سيادة المسؤولين كده يبقى عندهم رحمة، والدكاترة يبقى عندهم رحمة، والناس كلها تبقى عندها رحمة، لأن راجل زي ده ملوش حد غير ربنا، ثم ربنا وثم الناس اللي واقفة حواليه. لو احنا مش حواليه معلش كان الراجل ده محد يسأل عنه ولا لا حد يشيله. احنا بنطالب ان الراجل ده حد يتولى بيه، حد يشوف له، حد يعني عشان نشوف له حاجه، نشوف له اي حاجه، يعني حد يراعيه، حد ياخد بايده، عشان الرميه دي حرام. احنا عايزين بس اللي هو يتعالج ويقف على رجله. مش هو بس، اي حد عايزينه بس. ده من يوم اسبوع اللي بنديه وديه مستشفى القصر العيني، وبص اللي لقيت واحد ابن حلال الساعه 4 العصر جايبه بعربيه ملاك، وبيندى بيقول ابو عبده، ابو عبده قلت له نعم عايز ايه؟ قال لي تعالى شيل عمك مصطفى من العربيه عشان القصر العيني رفضته. ان لازم السيد رئيس الوزراء يتصل فورا بمحافظ الجيزه ويجيبه بدل ما قاعد في التكييف. بدل ما قاعد في التكييف يا سيد الفاضل، ما ينفعش مسؤول يقعد في التكييف ويسيب الدايره اللي هو مسؤول عنها. الناس مسؤول، سيب الحالات بتموت جوه بتاعته، ملهاش اي حل. يدور لي يروح يجيب لي بطاطس، يجيب لي مش عارف ايه وخضروات، دي حاجات كماليات. انما ده اهم حاجه. الدود بياكل فيها من حد. ايوه، ما هو الدود بياكل فيه. ما يجي كوب يا جماعه، فراش مربوطه، في فراش مربوطه. الدكتور يقول لك يا سيد الفاضل، الدكاتره واخدين المستشفيات لصالحهم الخاص. الدكتور يقول لك انا قرفان من الريحه، مش هعمل له حاجه. ايه يعني هتعمل ايه؟ يرموا له الكلاب تاكله. هذا اللي بنعمله يعني. ايه يرموا له الكلاب تاكله؟ انا مش هحكي. جابوا لنا محافظ هنلبس كرافتة وقعد المحافظ. سيبناه ومشينا. ترى راح ارميه في الشارع.